النهاردة احنا متقابلين عشان المحاضرة التاسعة في الكورس بتاع الداينامكس اوف بارتكل بي اتش ام 32. عنوان المحاضرة النهاردة هو الامبلس اند مومنت. كنا احنا اخدنا سوا طريقتين في دراسة الكينيتكس اوف بارتكل. احنا قلنا ان الكينيتكس اوف بارتكل of particle ليها three approaches. approach الاولاني هو ال force acceleration method. لما قلنا ان الرول بيقول ان sigma force equal mass في acceleration، واستخدمنا المثل ديت لما كانت ال acceleration given او required. استخدمنا الرول ده لما كان الـ required هو الـ normal reaction. يبقى دول حاجتين بيخلوني استخدم الـ force acceleration method. أخدنا كمان الـ work and energy method. قلنا في الـ work and energy method إن الـ work done بيساوي الـ change في الـ kinetic energy final minus initial. وقلنا إن الـ rule ده بيستخدم في حالة إن يتكون الكود بتاع إن الـ V1 والـ V2 ما بينهم distance، وكمان بيعزز استخدامه وجود spring. لو في spring وفي الكود بتاع V1 V2 distance دوت، يبقى الـ work and energy هو أسلم الطرق. قلنا ان احنا ما بنستخدمش الورك اند انرجي لو كان في تايم، لان هو ما بيتعاملش مع التايم، او يكون في نورمال رياكشن. الورك اند انرجي ما بيقدرش يحسب النورمال رياكشن، يبقى انا في حاله دول ما استخدمش الورك اند انرجي. ثالث واخر ابروتش عندنا هو الامبلس اند مومنتوم. الامبلس اند مومنتم بتستخدم لو انا لقيت في المساله velocity v1 و velocity v2 بس ما بينهم تايم. الحاله ديت بفكر في طريقه الامبلس اند مومنتم. وطبعا لو كان في امباكت، لو كان في امباكت او كولوجن او تصادم يعني، يبقى الامبلس اند مومنتم هي الطريقه الوحيده اللي تنفع لدراسه الامباكت. طب ايه هي قصة الامبلس اند مومنتم ديت؟ تعالوا كده نعمل عنوان لينا، هو الامبلس اند مومنتم ميثود. وتعالوا عشان نتكلم على الطريقة ديت، تعالوا نبدأ من الرول بتاع سيجما فورس ايكوال ماس في اكسلريشن. سيجما فورس equal mass في acceleration. وتعالوا نحط الـ acceleration ديت بتساوي dv by dt ونسبستيتيوت. فيبقى عندي الـ sigma force equal mass، هشيل بقى الـ a واكتبها ايه؟ dv by dt. تعالوا نعمل separation للـ variables. فيبقى عندي الـ sigma force في الـ dt بتساوي الـ m في الـ dv. ومن اللحظة ديت نبدأ نعمل integration. اللي على الشمال تعالوا نسيبه زي ما هو sigma force dt، اللي على اليمين هيدينا ايه؟ m v2 minus m v1. الجزء اللي هو بتاع integration sigma force dt ده اسمه الـ impulse of the force. يعني بيتكلم على تأثير الفورس خلال accumulating time معين. طب والـ MV دي ايه؟ قال الـ MV ديت هي اللينير مومنتم، يعني ما يحتويه الجسم من velocity. لينير ايه؟ لينير مومنتم. تعالوا نرص القانون ده رصة تانية هي اللي هنحل بيها.
الرصة دي بتقول ايه؟ بتقول M V1، يبقى انا جبت ديت the left side plus integration سيجما فورس دي تي هتساوي ال M V2 اهو. القانون ده اسمه ايه بقى؟ اسمه ال principle of impulse and momentum of impulse and momentum. طب الرول ده هنستخدمه ازاي وايه مميزاته ويفرق ايه عن الطريقتين التانيين اللي هما الفورس اكسلريشن والورك اند انرجي؟ تعالوا عشان نعرف اجابة الاسئلة ديت تعالوا نشوف مع بعض الاكزامبلز دي. اول اكزامبل 15.1 بيقول لي 100 كيلوغرام كريت shown in the figure is originally at rest on a smooth horizontal surface. If a twenty force of 200 newton هي موجودة على الرسمة دي acting at angle 45 degree بتميل بتinclined بانجل كام 45 is applied for 10 seconds يعني الفورس دي كانت موجودة لمدة 10 ثواني بس. Determine the final velocity and the normal force which the surface exerts on the crate during this time interval. طبعا القراية اللي انا قريتها ديت قراية جورنان ما بقدرش اطلع منها معلومة مفيدة. فتعالوا نطلع معلومات مفيدة بنفس طريقة المسائل بتاعت الليكتشرز اللي فاتت. أول حاجة مين اللي عندك؟ قال أنا عندي كريت الماس بتاعته بتساوي 100 كيلوغرام. طب إيه كمان؟ قال لي عندي السيرفس، السيرفس ده سموث. جميل، سموث يعني مفيش فريكشن. طب الموشن أخبارها إيه؟ قال لي والله هو أوريجينالي كان أت ريست، دي معناها إن الـ V1 إيكوال زيرو وهو طالب ال V2. قال لي هات لي الفاينل فيلوسيتي والتايم ما بين 1 و 2 كان ب 10 سكند لمده 10 ثواني. الكود اهو بتاع الامبلس اند مومنتم اتكون. طب ايه هو الريكوارد في المساله؟ طالب حاجتين، طالب اول حاجه ال V2 زي ما كتبنا وطالب كمان النورمال فورس exerted by the surface يعني عايز ال N بتاعت ال surface كانت بكام خلال الفترة الزمنية دي. طبعا اللي يقرأ المسألة دي تقول لي يا دكتور معلش طب ما أنا ممكن أحلها force acceleration method. أقول له إزاي؟ يقول له أهو سهل، هاجي أرسم لك الفري body diagram والكينيماتيك body diagram. طب يلا نرسم الفري بادي دايجرام والكينيماتيك بادي دايجرام. اهو ادي الصندوق بتاعنا. تعالوا بقى ناخده كوبي تاني. الناس اللي فاتحه المايك. لو جينا رسمنا الفري بادي دايجرام هلاقي نفسي بقول في ويت كامل ويت 100 يبقى 100 جي وفي عندي نورمال رياكشن لكن مفيش فريكشن وتعالوا ال 200 ديت نعمل لها ريزوليوشن يعني هنا 200 اوفر روت 2 على الاكس و 200 اوفر روت 2 على الواي لان طبعا كلكم فاكرين ان الكوزاين والساين 45 ب 1 اوفر روت 2. لو حبيت ارسم الكينيماتيك بالي دايجرام ارسم بس ان هو بيتحرك في الدايركشن ده ماس في اكسلريشن. بعد كده كنا بنحط الاكسيز اكس وواي اهو ادي اكس وادي واي على الفري بادي دايجرام والكينيماتيك بادي دايجرام. انا بفكركم. بعد كده بنطبق الرولز. الرول كانت ايه؟ سيجما فورس في اتجاه الواي ايكوال زيرو لان مفيش موشن على الواي. يبقى الان هتطلع بكام؟ ب 100 جي ماينس 200 اوفر روت 2. يبقى انا كده جبت النورمال رياكشن. سيجما فورس في اتجاه الاكس
equal الماس في الاكسلريشن على الاكس. احنا واخدين الاكس تو ذا رايت، الفورس اللي على الاكس هو 200 اوفر روت 2، مفيش حد تاني، equal 100 في الاكسلريشن. من هنا طلعت الاكسلريشن ب 2 اوفر روت 2 متر بير سكند سكوير، بس دي اكسلريشن كونستانت مش فانكشن في حاجه. يبقى v equal v naught plus a في t. ال v naught كانت ب 0، الاكسلريشن جبناها ب 2 اوفر روت 2 في التايم اللي هو بكام بقى؟ ب 10. فتطلع الفلوستي 20 على روت 2 متر بير سكند. يبقى انا كده بسهوله جبت له الفلوستي وجبت له النورمال رياكشن، او ادي النورمال رياكشن الفاليو اللي هنطلعها هنا، وادي الفلوستي اللي هي 20 ديفايدد باي روت 2. طب لو واحد قرر يحل نفس المساله بس باستخدام الامبلس and momentum، الامبلس and momentum، هيحلها ازاي؟ قال لي هرسم البادي ثلاث مرات، هيرسم البادي بتاعه ثلاث مرات اهو. تعالوا نرسم كده البلوك، ادي مرة هناخده كوبي بقى، كوبي تاني اهو، رسمته تلات مرات. بعد كده هحط هنا بلس واحط هنا ايكوال، وهرسم هنا الام في 1، وهرسم هنا الفري بادي دايجرام، وهرسم هنا الام في 2 بترتيب الايكويشن. طب ده كانت الفي 1 اصلا البادي كان اتريست، يبقى الفي 1 مش هتترسم، هقول له بس ان الفي 1 ايه بزيرو. طب 2 قال لي لا، في حاله 2 يبقى البادي ماشي كده ب 100 في في 2. طب ايه الفورسز؟ قال لي نفس الفري بادي دايجرام، هنا الويت اللي هو 100 جي، هنا الان، وهنا ريزوليوشن ال 200 نيوتن، 200 اوفر روت 2 على الاكس و 200 اوفر روت 2 على الواي. الاكسيس بتاعتك هي هي، ادي الاكس وادي الواي، حطيت على الثلاث رسومات. بعد كده هطبق الرول بتاع الامبلس اند مومنتم مرتين، مره في الواي دايركشن هقول له ام في واي 1 بلس السيجما فورسز على الواي دي تي انتجريشن ايكوال الام في واي 2. ده في 1 ما كانش فيه فيلوستي على الواي، وفي 2 ما كانش فيه برضه فيه فيلوستي على الواي، يبقى معنى كده ان الانتجريشن بتاع السيجما اف واي دي تي ايكوال 0. ده يقول لنا ان السيجما اف واي هي اللي بزيرو، يعني معنى كده ان الان برضه هتطلع ب 100 جي ماينس 200 اوفر 2. جبنا نفس الرول ده بالظبط، وصلنا لنفس الرول ده، حصلش اختلاف. طب نطبق مره كمان في الاكس دايركشن، في الاكس دايركشن هيبقى عندي ام في اكس 1 بلس انتجريشن سيجما فورس على الاكس دي تي بتساوي ال ام في اكس 2. مفيش فيلوستي اند 1، لكن هنا كانت ايه؟ كانت 100 في 2 بالبلس، لان انا واخد البوزيتيف اكس اكسس تو ذا رايت. طب ايه الفورسز اللي على الاكس؟ قال لي 200 اوفر روت 2 دي تي من كام لكام؟ من 0 ل 10. الانتجريشن اللي على الشمال سهل جدا، 200 اوفر روت 2 في كام؟ في 10، وهنا يبقى 100 في 2. بعد الاختصارات هتطلع ان ال في 2 برضو ب 20 على روت 2 متر بير سكند. يبقى انا كده جبت له الان
وجبت له الفي 2 بطريقه الامبلس اند مومنتم. انا مش بقارن ما بين الطريقتين وبشوف مين الاسهل خالص، ده انا بقول لك ان الريكوارد اللي انت طالبه ده في 2 ان ممكن يتجاب بطريقتين، ممكن يتجاب بطريقه الامبلس اند مومنتم، وهيبقى البروسيدور بتاعك انك ترسم البادي ثلاث مرات ام في 1 فري بادي دايجرام ام في 2 وتطبق الايكويشن بتاعت الامبلس اند مومنتم مره في الواي ومره في الاكس، او انك تجيبها باستخدام الفورس اكسلريشن ميثود. في الحاله ديت هتطبق البروسيدور بتاع الفورس اكسلريشن ميثود، لكن ما قلتش ان دي اسهل او دي اصعب او دي اسرع او دي ابطا، ده مش موضوعي خالص. انا موضوعي انك تفهم ان المساله دي ممكن تتحل فورس اكسلريشن ميثود، وممكن كمان تتحل ايه امبلس اند مومنت. فتعالوا ناخد مساله كمان نطبق فيها البروسيدور بتاع الامبلس اند مومنتم عشان يثبت في دماغنا. المثال هو المسألة دي. Example 15.2. نقرأ المسألة. بيقول لي 20 كيلوغرام كريت. يديني صندوق كده. الماس بتاعته كام؟ 20 كيلوغرام. Is acted upon by a force having a variable magnitude P equal 9T. هذا هنا ادانا الابلايد فورس فاريبل، هناك كانت كونستانت. Where T is in second. Determine the crate's velocity 2 seconds after P has been applied. الصندوق كان initially كان بيتحرك بسرعة كام؟ 1 meter per second down the plane. هو أثر بفورس 90 for 2 seconds. عايز يعرف بقى الفلوستي كانت بكام ساعتها. ومدينا إن الـ coefficient of kinetic friction ما بين الكريت وما بين البلين كانت 0.3. نقرأ المسألة تاني. كريت الماس بتاعته 20 كيلوغرام، السيرفيس بتاع المسألة ديت رف، والميو كي مديها لنا ب 0.3، الموشن مدينا ال V1 بتساوي 1 متر بير سكند وكان الدايركشن بتاعها داون وورد، ال V2 هو طالبها بعد ما كان مر ما بين ال V1 وال V2 تايم مقداره 2 seconds. برضو المسألة ديت ممكن تتحل force acceleration وممكن تتحل work and energy. احنا بقى هنحلها ايه؟ اسف، ممكن تتحل force acceleration، ممكن تتحل impulse and momentum. احنا هنحلها بس impulse and momentum عشان نركز على الموضوع بتاع محاضرة النهاردة. And the moment. تاني. الامبلس اند مومنتم بتقول لي ارسم البادي ثلاث مرات اهو. ادي البلوك. ونبدأ ايه؟ نكرره مرتين كمان. هنعمل اندو. ناخدو كوبي تاني اهو. حط العلامات بتاعتنا هنا بلس وهنا ايكوال. اول واحده بنحط فيها مين؟ ام في 1. يبقى انا هاجي هنا كده وعامل سهم كده واقول ايه 20 في في 1 اللي هي بكام؟ ب 1. لكن الفاينل انا ما اعرفش بكام، فهكتب كده 20 مضروبه في الفي 2. طب ايه الفورس اللي بتاثر؟ قال لي ويت اهو، نزلت سهم الويت بكام؟ 20 جي. وفي فورس بي، البي دي كان بتساوي 9 تي، تي ده تايم. في نورمال رياكشن اهو في ان، وفي فريكشن، فريكشن بيساوي كام؟ 0.3 من الان. ادينا رسمت الثلاث رسومات. بعمل ايه بعد كده؟ قال لي بتحط الاكسيز اكس وواي. هنا اكس اهو للثلاث رسومات، واي هيبقى بيربنديكولار عليه اهو، ادي الواي.
طبعا واضح ان الويت انكلايند بانجل كام؟ بانجل 30 اللي هي دي. بعد كده بتعمل ايه؟ قال لي بعد كده بطبق قانون الامبلس في الواي دايركشن مره وفي الاكس دايركشن مره، نفس الترتيب اللي عملته في المساله اللي فاتت. رسمت ثلاث رسومات، بعد كده حطيت عليهم فري بادي دايجرام وام في، بعد كده بطبق في الواي دايركشن وفي الاكس دايركشن بعد رسم الاكس والواي اكسيس. في الواي دايركشن هكتب ايه؟ ام في واي 1 بس انتجريشن السيجما فورس تجاه الواي دي تي هتساوي ام في واي 2. طبعا الواي ده اتجاه، لكن ده مفيش فيلوسيتي على الواي، بدل ما تحركش على الواي دايركشن. يبقى معنى كده ان السيجما فورس على الواي ايكوال زيرو. طبعا من الرول ده هنقدر نجيب ان الان بتساوي 20 جي والساين 30، يعني تقريبا 98.1 روت 3. طبعا الجي هنشيلها ونحطها بكام؟ ب 9.81. يبقى جبنا قيمة الان من الواي دايركشن. الاكس دايركشن هكتب كده ام في اكس 1 بس انتجريشن السيجما فورس على الاكس دي تي هتساوي ام في اكس 2. فين الاكس؟ اهو ادي الاكس دايركشن، ده البوزيتيف بتاعي. طب 1 كانت بكام؟ قال لي كانت ب 20 في 1 بلس الفورس على الاكس في مين؟ قال لي في 9 تي بالبوزيتيف وفي كومبوننت الويت بالبوزيتيف وفي الفريكشن بالنيجاتيف، كل ده دي تي. هتساوي ايه بقى؟ هتساوي 20 مضروبه في الفي 2. طب الانتجريشن ده من كام لكام؟ قال لي من 0 ل 2. ده انتجريشن سهل جدا كلنا نعرف نعمله، يعني 20 في 1 بلس 90 هتبقى ايه؟ 90 سكويرد على 2. طب ال 20 جي ساين 30 ماينس 0.3 في الان، طبعا هنشيل الان ونكتب الفاليو بتاعتها، كل ده هتضرب في تي، بس احنا هنعمل سبستيتيوشن من 0 ل 2. اما خلاص ما هو 0 ده هيطير كل ده، يبقى هي 2 بس، يعني يبقى 20 في 1 هي كده 9 في 2 سكوير ديفايدد باي 2، ودي كل البراكت ده اهو نكتبه تاني ونضربه في ايه؟ نضربه كله على بعضه كده في 2 ايكوال 20 في 2. واضح ان هنا الانون الوحيد هو الفي 2، هقدر اطلعها متر بير سكند. يبقى انا هنا نجحت ان احل المساله ديت بطريقه الامبلس اند مومنت. تاني برسم من ثلاث رسومات، احط على الشمال خالص ام في 1، اللي على اليمين خالص بحط الام في 2، واللي في النص برسم فري بادي دايجرام، بحط اكسيز اكس وواي، بعد كده بطبق الواي دايركشن وبعديها الاكس دايركشن. هل في سؤال لحد دلوقتي؟ اه بس معلش يا دكتور، احنا ليه ما نعملش انتجريشن يعني في الواي دايركشن؟ يعني ليه دلتا اف واي دي تي ما عملناش انتجريشن؟ عشان زيرو، عشان الانتجريشن ايكوال زيرو. ما هو ما انا لما عملت سبستيتيوشن مفيش موشن على الواي في بداية الانترفل وفي نهاية الانترفل. هبص التعويض بتاعي، انا حاطط هنا هي زيرو وحاطط هنا زيرو، يبقى كده الانتجريشن ايكوال زيرو. لما يكون الانتجريشن ايكوال زيرو يبقى اللي جوه الانتجريشن هو اللي بزيرو، فانت واخده لوحده عازله اهو. سيجما اف واي ايكوال زيرو جبت منها الان، طبعا رجعتني لمين؟ رجعتني لطريقة الفورس اكسيشن مثلا. ولو افتكرت معايا هتلاقينا واحنا بنستخدم الورك اند انرجي لما كان في رف سيرفيس برضه روحنا للسيجما اف واي ايكوال زيرو. يعني واضح ان الفورس اكسلريشن ميثود مفيش غنى عنها في اي ميثود تانية هنخترعها بعدها. اشتغلت ورك اند انرجي احتاجت السيجما فورس على الواي، اشتغلت امبلس اند مومنتم رجعتني برضه لايه؟ للسيجما فورس على الواي ايكوال.
صوت الدكتور هو اللي فصل ولا ده من عندي؟ تقريبا بس الدكتور فصل. تمام ماشي.
هو الدكتور لحد دلوقتي لسه ما جاش؟ هو تقريبا الكهرباء عند الدكتور قطعت في حاجة قطعت خالص. هو كده في الغالب بقى هيسجلها وينزلها على القناة بتاعته، مش هنعمل كده. انتوا سامعيني؟ طبعا انا كنت بقى لي نص ساعه بشرح. انت سمعت الشرح اللي فات ده؟ يعني بص، انا كنت عمال احل في المساله ديت. هل سمعتوها؟ احنا ما سمعناش حاجه وما زلنا لحد دلوقتي مش شايفين حاجه. مفيش سكرين شير اصلا. مفيش سكرين شير اصلا. احنا يا دكتور واقفين عند اكزامبل 15.2 لحد ما حضرتك خلصت. اكزامبل 15.2 ده يعني. طب انتوا دلوقتي شايفين السكرين؟ دلوقتي شايفين. دلوقتي شايفين السكرين. طيب انا همسح كل اللي انا، حرام عليكم والله، والله حرام عليا انا. انا همسح بقى كل اللي انا عملته ده واشرحه لكم تاني. حاضر. في حد داعي على المحاضرة دي؟ انتوا حاضرين غصب عنكم ولا بمزاجكم؟ طيب لا، بمزاجنا يا دكتور. طبعا بمزاجنا. طيب ماشي، تعالوا بس ايه نعمل سيلكت كده، بس كده الريكورد هيبقى عار بصراحة. حول الله يا رب. بص بقى، انا بقول هنا ان انا في حالة الامباكت، في حالة الامباكت بيبقى التايم بتاع الامباكت ده very very small، فبيبقى الانتجريشن بيختفي وبيبقى مكانه دلتا تي، حيث الدلتا دي ديت هي التايم اوف امباكت. طب ده يفرق معانا في ايه؟ تعال نشوف هيفرق معانا في ايه في المسألة دي. المسألة ديت اهي بيقول لي 15 كيلو 15 ميجا جرام بوكس كار ايه. طبعا 15 ميجا جرام يعني 15 في 10 باور 3 كيلو جرام، لان الميجا جرام اللي هو الطن. كوستنج ات 1.5 متر بير سكند، كانت ماشيه كده ب 1.5 متر بير سكند اون هوريزونتال تراك على القضيب القطر. وين انكاونترز 2 ميجا جرام تانك كار بي، في كار بي كانت الماس بتاعتها 10 ميجا جرام وكانت ماشيه رايحه لها ب 0.75 توورد ات. اف ذا كارز كلايد، يبقى حصل هنا في ايه؟ امباكت اهو. اند كابل توجذر، كلمه كابل توجذر ديت معناها بيكام وان بادي افتر امباكت. بالمعلومات ديت عايزك تعرف لي سرعه العربيتين بعد الامباكت، وعايزك تعرف لي الافريج فورس خلال تايم اوف امباكت 0.8. انا عايز اعرف السرعات بعد ما خبطوا كانت بكام، وقوه الخبطه كانت بكام. انا بقول ان الامباكت اونلي يوز امبلس اند مومنت. يبقى انت هنا مش مخير بقى، مش هتختار فورس اكسيشن ولا
امبلس، لا ده انت اجباري امبلس. بس خلي بالك من حاجه، ان لو كانت الفيلوسيتي هي اللي ريكوايرد، ففي الحاله ديت استادي ذا تو بادز، العربيتين اللي خبطوا بول ادرسهم مع بعض. لكن لو كان الريكوايرد امباكت فورس، في الحاله ديت استادي وان بادي، بادي وان بادي. ايه اللي انا كاتبه ده؟ تعال نشوفه من خلال المساله دي. انت بتقول لي ان انا لو عايز سرعات ادرس التو بادز. طب التو بادز دول لما ادرسهم هرسمهم ازاي؟ اهو ادي الكار A وادي الكار B. تعال ناخدهم كوبي اهو مره كمان، نحط العلامات بتاعتنا هنا بلس وهنا ايكوال. نعرف ايه؟ نعرف ان الاي كان ماشي بام اي في 1.5، لكن البي كان راجع كده بام بي في 0.75. محدش يحط لي هنا بلس اور ماينس من غير اشارات. انا بعد الامباكت بتوقع يعني ان الاي يكمل في الدايركشن ده والبي معاه. طب لحظه الخبطه، قال لي الايه خبط البي بفورس والبي رد عليه بنفس الفورس. الفورس دي اللي هي مين؟ اللي هي الامباكت فورس. الامباكت فورس. فتعالوا ندرس التو بادز مع بعض. يبقى انا هدرس هنا التو بادز، هقول له ايه؟ هقول له الانيشيال كانت الام اي والام بي بيتحركوا بفي اي 1 وفي بي 1 زائد مجموع الفورسز دي تي دلتا تي، بقى مفيش هنا انتجريشن لانه امباكت، ام اي في اي 2 بلس ام بي في بي 2. يبقى انا كتبت الرول لايه؟ للتو بادز. بس احنا لما ندرس التو بادز السيجما فورس هتبقى بكام؟ بزير الاف طاير الاف. فيبقى عندي ام اي في اي 1 بلس ام بي في بي 1 ايكوال الام اي في اي 2 بلس الام بي في بي 2. الرول ده رول مشهور جدا بنسميه الكونزرفيشن اوف لينير مومنتم. مفيش فض في اللينير مومنتم نتيجه الامباكت. طب ما تيجي نطبق الرول ده على مسألتنا وناخد البوزيتيف تو ذا رايت، هيبقى عندي ايه؟ الماس بتاعت الـ A 15 الفلوستي كانت بلس 1.5، الماس بتاعت الـ B كانت 12، في الفلوستي بتاعت الـ B اللي كانت ماينس 0.75 ايكوال. عايزين نستفاد بكلمة كابل توجيزر دي. كابل توجيزر معناها ان الفي 2 ايكوال الفي اي 2 ايكوال الفي بي 2، الاثنين خلاص بقوا بادي واحد. يبقى احنا نقدر ناخد الفي 2 ديت كومن فاكتور، يتفضل هنا 15 بلس 12. مين الانون هنا؟ الانون هنا هو الفي 2، تطلع معانا ببلس 0.5 متر بير سكند. يبقى انا كده جبت له ايه؟ الفيلوستي في 2. طبعا لاحظوا هنا ملحوظه صغيره جدا، ان انا ما حولتش اليونت، يعني 15 ميجا جرام استخدمتها هي هي، لان طبعا لو حولت ما هي الماس موجوده في كل الاجزاء بتاعه القانون، فالتحويل مش هيفرق معايا. هضرب ايه؟ هضرب كله في 10.3. طب ما خلاص ما اضربش وخلاص، فالتحويله هنا مش هتضيف لي جديد. طب هو الطالب كمان الامباكت فورس، قال لي لما يطلب الامباكت فورس تقوم تدرس وان بادي. فتعالوا مثلا ندرس الاي بس اهو، ناخده لوحده هنا اهو.
انتوا سامعين الصوت كويس صح؟ صوت حضرتك قطع كده يعني دقيقة بعد كده رجع دلوقتي. دي ايه؟ رجع يعني هنك دقيقة بعد كده رجع دلوقتي. طب بص يا يوسف، هو يعني احنا طبعا لان انتم حضرتم، تعال نكمل المحاضرة بأسوأ ما انا هحصل عليه خلاص؟ ماشي ماشي. وانا ان شاء الله يعني النت بس يثبت وهشرح المحاضرة كده لوحدي، اسجلها تسجيل كويس وانزلها لكم ايه؟ على التيم تبقى افيلبل برضه ليكم. ماشي كده؟ تمام. عشان بصراحة أنا أكيد طبعا العك دوت أولا بيضيع تركيزكم، ثانيا صوت بيقطع وبيرجع وأنتم مش وأنا مش عارف وأنتم مش سامعين، ساعات الصورة بتتأخر عن الصوت صح؟ مش هو ده كل ده عمال يحصل دلوقتي؟ هي طبعا الصورة تمام بس الصوت حضرتك قطع بس دقيقة كده بعد كده رجع تاني. طيب أنا هكمل بإيه؟ بالمتاح إن شاء الله، وكده كده إيه؟ أسألكم في آخر الحصة أنتم محتاجين أسجلها تاني ولا لأ؟ طيب تعالوا نشوف، لو انا درست البادي اللي هو الايه لوحده فيبقى عندي هنا ام اي في 1.5 بعد الامباكت هيبقى ام اي بس في 0.5 خلاص حسبناها بقى، ومتعرض لفورس امباكت في الدايركشن ده، العلامات بتاعتي هنا بلس وهنا ايكوال. فلو درست سنجل بادي احنا اخترنا مين؟ اخترنا الاي، هقول له ام اي في اي 1 بلس سيجما فورسز دلتا تي ايكوال الام اي في اي 2. يبقى انا طبقت الرول على الاي بس، هناخد البوزيتيف تو ذا رايت. الام اي بكام؟ ب 15. هنا هحول 15 باور 3 1.5 بالبلس الفورس ماينس اف. طب والدلتا تي مديها لي 0.8 ايكوال ال 15 باور 3 مضروبه في الفيتو اللي هي كانت ببلس 0.5. واضح ان القانون هنا هي الامباكت فورس، ساعات بنسميها الامباكت فورس، ساعات بنسميها الامبالسيف فورس، ساعات بنسميها الافرج ايه الافرج فورس، يعني ثلاث مسميات ينفعوا عندنا كده. يبقى احنا عرفنا ان في حاله الامباكت احنا مش هنعرف نستخدم غير الامبلس اند مومنتم ميثود. طب تعالوا ناخد مساله كمان على نفس الفكر، بعد كده اسمع اسئلتكم لو في. جايب لي هنا بامبر كارز اي ام بي، عربيتين اللي هم بتوع الملاهي الكهرباء دول، عربات الكهرباء دي. كل واحده منهم عندها ماس 150 كيلو جرام، واضح ان هو اهمل وزن الطفل او الشخص اللي هيركب العربيه عشان يلعب بيها. And are coasting with velocities shown before they freely collide head on. خبط الوش في الوش. ومديني السرعات بتاعت الخبطة قبل الخبطة يعني على طول على الرسمة، واحد بتلاتة واحد باتنين. اداني معلومة مهمة جدا، قال لي ايه؟ قال لي if no energy is lost during the collision. يقصد بالانرجي يقصد الميكانيكال انرجي. الميكانيكال انرجي. الميكانيكال انرجي ديت اللي هي تي بلس في، تي دي اللي هي الكاينتيك وفي اللي هي الايه البوتنشال. لا في فقد في الكاينتيك ولا البوتنشال، مجموعهم متساوي. بالمعلومات ديت بيقول لي هات لي الفلوستي بعد الامباكت كانت بكام. يلا نحل. طبعا هنا امباكت يبقى لازم احل ايه؟ impulse and moment. التو كارز اهو، ادي الاي وادي البي. قبل الامباكت كان الاي ماشي كده بسرعه 3 والبي كان رايح له بسرعه كام؟ 2. طيب بعد الامباكت انا مش عارف، بس انا متوقع ان ده وده يكملوا في الدايركشن ده ام اي في اي 2 ام بي في بي 2. انا بامن نفسي بخليهم كلهم بوزيتيف ويطلعوا زي ما يطلعوا. يبقى ده هنا بي 4 وهنا كده ايه افتر دي امباكت. انا بدرس التو باديز على طول لان هنا ما طلبش الامباكت فورس، فاكتب له الرول بقى على طول ام اي في اي 1 ام بي في بي 1 ايكوال الام اي في اي 2
بلس ام بي في بي 2 ناخد البوزيتيف 2 ذا رايت. بس ده الماسز يا دكتور ايكوال، خلاص يبقى تقسم على الماس كل الايكويشن، حتى ما كان ممكن ما يديهاليش يقول لي ايكوال ماس وخلاص. طب الفي اي بكام؟ قال لي بلس 3. طب والفي بي كام؟ قال لي نيجاتيف 2. بعد كده في اي 2 بلس في بي 2. واضح ان انا هنا جبت ايكويشن ما بين الفي اي والفي بي، بس المساله ما اتحلتش. طب ما هو قال لك معلومه، ايه هي المعلومه؟ قال لي نو انرجي لوس، نو انرجي لوست. يعني معنى كده ان التي 1 بلس الفي 1 ايكوال التي 2 بلس الفي 2. بس طبعا هنا المساله ما فيهاش سبرينج والبادي لا طلع ولا نزل، يعني الرول ده احنا ممكن نخفضه للمساله ديت يبقى تي 1 ايكوال تي 2 لان مفيش تغير من الفي عن الفي. طب التي 1 عباره عن ايه؟ قال لي هاف ام اي في اي 1 سكوارد بلس هاف ام بي في بي 1 سكوارد. ده كده التوتال كينيتيك انرجي في الاول. طب وفي الاخر كانت هاف ام اي في اي 2 وهنا هاف ام بي في بي 2 سكوارد. طبعا نتيجه تساوي الماس الرول هيتخفض يبقى في اي 1 وفي بي 2 في بي 1 برضو ايكوال في اي 2 بلس في بي 2 لكل سكوارد. شلنا الهاف ام من كل المعادله يبقى عندي بلس 3 الكل سكوارد، نيجاتيف 2 الكل سكوارد، وهنا في اي 2 وهنا في بي 2. واضح هنا برضو ان انا جبت ايه؟ ايكويشن تانية ما بين الفي اي والفي بي. لو حليت ايكويشن 1 وايكويشن 2 هقدر اجيب الفي اي 2 والفي بي 2 بكام. دول كده مسألتين على الكونزرفيشن اوف لينير مومنت. مسألة منهم طلب الامباكت فورس، بس طبعا لما طلب الامباكت فورس ادانا التايم اوف امباكت، ومساله تانية كان طالب سرعات بس وسابني بس اداني معلومه. ايه هي المعلومه؟ معلومه if no energy is lost during the a collision. طب هو الانرجي لوست بتساوي ايه؟ قال لي بتساوي تي 2 ماينس تي 1. خلاص بقى البوتنشال قلنا ان ايه هنطنش، يبقى ده كده lost due to impact نتيجة تصادم جسمين بيحصل لوست في الانرجي، البوتنشال ما بتتغيرش لكن الكاينيتيك ايه بتتغير، فبيبقى الفرق بيمثل اللوست ان انرجي. هو هنا قال لنا ان اللوست ان انرجي مش موجود، يبقى الدلتا اي بزيرو، يبقى تي 1 ايكوال تي 2. حلل تو ايكويشنز مع بعض طلع لي الفلوست. هل في سؤال لحد دلوقتي؟ ايوه دكتور اتفضل قول. انا بس عايز اسال، هو ليه لما بيعمل كوليشن اللي هي على اليمين دي ما بترجعش ما بتخشش يمين بتكمل شمال؟ انت بتتكلم دلوقتي في مساله 5 صح؟ اه العربيه اللي هي على اليمين لما بتعمل كوليشن ليه بتكمل شمال ما بتكملش يمين؟ لا بص انا ما اعرفش، انا فرضتهم ان هما الاثنين هيكملوا يمين حلو كده، هطلع فاليوز للفي اي والفي بي. يعني انا هو هطلع فاليو في اي 2 وهطلع فاليو اللي هي في بي 2. عندك كام احتمال؟ عندي ثلاث احتمالات، ان الفي اي 2 دي مثلا تطلع بزيرو. يعني ايه بزيرو؟ يعني بعد الامباكت وقف، او تطلع مثلا بلس 2. يعني ايه بلس 2؟ يعني كمل بعد الخبطه زي ما هو ماشي بس بسرعه اقل قيمتها 2، او تطلع بماينس 1. يعني ايه ماينس 1؟ يعني رد عكس ما انا رسمت ب1. يبقى انا بفرض فرض واشارات حسبتي هي اللي بتحدد صحه الفرض. انا فرضت ان الاثنين بعد الامباكت مشوا يمين، لو الاشاره
بتاعت الفلوستس طلعت بلس يبقى زي ما انا فرضت، لو طلعت ماينس يبقى عكس ما انا فرضت. طب ده غلط؟ لا مش غلط، ده دايركشن بس. وصلت؟ اه تمام تمام. هو دكتور مش احنا بنفرض الدايركشن ده على اساس ان الفيلوستي الاعلى لو هم نفس الماسز يبقى الاتجاه يبقى مع الفيلوستي الاكبر ولا؟ بص انت دخلت هنا لوجيك صح، بس هيضيع وقتي يعني. ساعات عارف انت اللي يقول لك بيتفزلك، اللي بيتفزلك ده ساعات بيقول كلام صح لكن مش هيضيف لنا جديد. انت ايه هدفك؟ انا هدف احل بسرعه، صح كده؟ السؤال بقى، لو انا اخدت من وقت المساله نص دقيقه بفكر فيها، ايه اللوجيك بتاع فرض السرعات؟ سواء بقى العربيه الاتقل سواء العربيه الاسرع. طب هي العربيه الاتقل لو ماشيه بالراحه والعربيه الاسرع كانت هي الخفيفه، يبقى ايه الفرق؟ هتلاقي نفسك دخلت في جدل. السؤال بقى بعد ما حل الجدل ده واطلع بكونكلوجن، وكان الكونكلوجن ده صح. السؤال مسالتك وقت حلها هيقل ولا هيزيد؟ هيقل. هيقل فين؟ ده انت اخدت من وقت المساله نص دقيقه بتفرض حاجه مش هتختلف، مش هتاثر لك في خطوات الحل. يعني انا لو كنت حطيت مثلا باللوجيك كده ان الاي هترجع شمال والبي مثلا ترجع يمين مثلا، وجيت حطيتهم، هل ده هيأثر؟ ولا اي حاجه. وقت المساله اللي متبقي لي هو اللي هيقل. تمام الله عليك. وقت المساله اللي متبقي لك ايه؟ فساعات في بعض الفروض لو طنشتها مش هتعطلني. طب انا ليه فرضت الاثنين يمين؟ ما هو ده برضو سؤال. فرضتهم يمين عشان انا ناوي اخد البوزيتيف بتاع الايكويشن تو ذا رايت، فلما جيت عوضت عن الفي اي 2 والفي بي 2 حطيتهم بالبلس. لان خلي بالك في واحد يعمل ايه، في واحد يقول ان الاي كان ماشي يمين بتلاتة وبي كان ماشي باتنين، بعد الامباكت انا متوقع ان الفي اي تبقى كده والفي بي تبقى كده، ولما يجي يعوض ينسى ويكتب في اي 2 بلس في بي 2 ايكوال 3 ماينس 2. بص يعني هو فرض فرض ومع ذلك حط اشارات غلط، لان بالفرض اللي هو عامله ده لازم يعمل ايه؟ يحط قدام الفي اي 2 ماينس ويحط قدام الفي بي 2 ايه؟ لا بص العك حصلت عكايه هنا، ممكن تلخبط ناس كتير مننا. فعشان كده الناس اللي كانوا معايا في كورس الاستاتيك الترم اللي فات قلت لهم قاعده مهمه جدا، اللي ما عرفوش بفرضه بوزيتيف، اللي ما عرفوش بفرضه بوزيتيف. ما انا مش عارفه فريح دماغي وافرضه بوزيتيف عشان ما يغيرش اشارات الايكويشن اللي انا بعوض فيها. فانا ما كنتش اعرف الاي والبي هيمشوا ازاي. ممكن اللوجيك في بعض المسائل يجيبها، لكن انا بتكلم في الحاله العامه ايه، ما اعرفش ما قالش، فقمت فرضهم ناحية اليمين. ليه؟ عشان لما عوض في الإكويشن إشارات تعويض الإكويشن ما تلخبطش معايا مش أكتر. طب هل ده هيلخبط لي في الحل؟ لا خالص، الفاينل أنسرز هتظبط لك الفرض بتاعك. طلعت بلس يبقى زي ما أنت فرضت، طلعت ماينس يبقى عكس ما أنت فرضت، طلعت زيرو يبقى البادي ده وقف بعد الإمباكت. فهمت؟ تمام شكرا. تمام، في أسئلة كمان؟ هو انا البوست دايركشن ده بقى المعادله كلها صح؟ يعني مش على الفيلوسيتيز بس مثلا. الايه؟ البوست دايركشن اللي بفرضه يبقى على المعادله كلها. كلها طبعا 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 على المعادله دي كلها. مش انت لما تيجي تقول هطبق ايكويشن في الاكس دايركشن يبقى بتاخد بوزيتيف للاكس دايركشن لكل بارامترز الايكويشن. عشان كده تلاحظ ان انا لما كتبت الايكويشن حطيت علامه الفيكتور حوالين فوق الفي اي والفي بي سواء 1 او 2، ولما جيت عوضت شلت الفي اي 1 دي وحطيتها كام؟ بلس 3. انا حتى المفروض كنت اكتب بلس 3 دي اكتبها 3 وخلاص. ليه كاتبها يا دكتور بلس 3؟ ما هي 3. اقول لك عشان ااكد لك ان اشارتها مهمه، انا باكد لك ان الاشاره بتاعتها مهمه. وهتلاقيني عازل اشارات الفاريبلز عن 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 اشاره القانون نفسه. يعني بص القانون فيه هنا بلس اهي نزلتها زي ما هي، وفي هنا بلس نزلتها زي ما هي، لكن الفي اي 1 حطيتها لك في براكت عشان تعرف انها ايه اشارتها معزوله، والفي بي 1 حطيتها بايه بماينس 2 برضو في براكت عشان اوضح لك. طبعا دي هتبقى 3 ماينس 2، لو انا جيت اختصرتها بقى تبقى 3 ماينس 2، بس انا كتبتها في الصوره دي عشان اوضح لك
ان كل variable مرتبط بشرط البلس اللي انا حاططها للإكويشن ككل. تعالوا بقى نعرف variable الجديد اسمه E. ايه الاي ده يا دكتور؟ ها في سؤال تاني؟ كان عندي سؤال، هو لما اجي احل التو ايكويشنز دولت مع بعض، مثلا لو خدت من الايكويشن 1 وعوضت في الايكويشن 2 هتبقى عندي كده كوادراتيك ايكويشن، ولما احلها مثلا للفي بي او الفي اي هيطلع لي تو فاليوز ليها. ازاي اعرف احدد انو فاليو للفي اي وانو فاليو للفي بي؟ السؤال ده كويس، السؤال ده كويس جدا. هو زميلنا هنا بص، تعالوا كده نكرر السؤال بتاعه. هو يا دكتور انت قلت ان المعادلة هي هتطلع اشارتها، الكلام ده جميل وانا موافق عليه، بس انا عندي هنا equation second order squared. فلما اجي من equation 1 مثلا هقول ان ال vb2 مثلا بتساوي، طبعا دول اختصارهم هيبقى 1، فهيبقى 1 minus va2 تمام، واخد ديت حطها في الايكويشن 2 فبقت كام؟ ال 3 سكوير تدينا 9، ال 9 نجمع عليها ال 4 تبقى 13، هتساوي ايه بقى؟ ال VA2 هنسيبها زي ما هي، وال VB1 دي ال VB2 هنشيلها نحطها بكام؟ ب 1 ماينس VA2 سكوير الكل سكوير يعني، فتبقى 13 ايكوال VA2 سكوير. تعال بقى نفك البراكت ده، هيبقى بلس 1 بعد كده نيجاتيف 2 في اي 2 بعد كده بلس في اي 2 سكوارد، يبقى عنده هنا طلع 2 في اي 2 سكوارد بعد كده ماينس 2 في اي 2 بعد كده في مين بقى؟ ال 13 هيبقى ايكوال 12. طب دي ايكويشن سكند اوردر، تعالوا كده نحلها سوا، يبقى مود ايكويشنز هتطلع بنيجاتيف 2 و 3 هتطلع ايه؟ نيجاتيف 2 و 3. انا حكملتها عشان كده بسال، ما عرفتش انا احدد انا واحده بتاعت مين يعني. ادي نيجاتيف 2، طب استنى اكمل معاك، في هنا 12، لا طلعت معاك نيجاتيف 2 و 3. انا شكلي عامل غلطه في الـ في الـ في الفكه المعادلات ديت. حضرتك المفروض انك تدخل، حضرتك المفروض تدخل تحط ال 12 ديت بالنيجاتيف عشان هي اصل الايكويشن عند حضرتك ال 12 الكونستانت ده بيبقى جوه. نيجاتيف 12، رصه الايكويشن قصدك. ايوه طلعت مره ب 3 وطلعت مره ثانيه بكام بقى؟ بنيجاتيف 2. بص بقى يا سيدي، هل يعقل ان البادي يخبط ب 3 وبعد الامباكت يفضل 3؟ لا يمكن. المفروض انه يغير برضو اتجاهه بالظبط بتاع المساله دي، يبقى معنى كده ان دي ريفيوزد نتيجه اللوجيك، وتبقى الفي اي توب كام؟ بماينس 2. يبقى سؤالك ده جميل جدا، بس المساله ديت واضح ان هو لما بيسيبني كده، لما بيديني حاجه زي كده بيفتح لي باب لوجيك يخليني اختار الرقم الصح اللي فيه. لا يمكن عربيه هتكون ماشيه في اتجاه بسرعه 3 وبعد الخبطه تكمل في نفس الاتجاه ب3، لا يمكن. يبقى سؤالك قوي جدا، بس هو مش هيسيبها كده. يعني لو كان سرعه الفي اي 2 دي كانت طلعت معايا مثلا ب1 او نيجاتيف 2 انا ما كنتش هعرف اجاوبك، عشان كده انا كملت معاك الحل للاخر، وهو نفسه هيبقى سايب المساله ملهاش حل اكزاكت، فيها قيل وقال، وهو بيبقى عايز يبقى المساله ليها حل وحيد عشان يعرف يصححها. خلي بالك ان في سؤال انا بديك عليه درجات، وفي سؤال اسمه سؤال بحثي، يعني عايزين نشوف ممكن يحصل ايه. فده كده سؤال درجات، يعني لازم كل الطلبة اللي ممتحنها توصل لنفس الإجابة عشان أديها نفس الدرجة. فلو أنا هو ممكن يدي لي هنت بالآخر يقول لي مثلا حاجة اتحركت في اتجاه معين، لازم يديك يبصيلك معلومة تأكد لك تاخد البلاس ولا الماينس. طب هو هنا يا دكتور ما قالش، اداني المسألة وما قالش، وانت لما سألت سؤالك أنا ما كانش عندي إجابة ليك، لانه فعلا لازم في المساله يعمل ايه؟ يدي اي هند، يقول لك
وخلي بالك ان الايه هيكمل في نفس الاتجاه، او خلي بالك الايه هيمشي بعد الخطة هيرجع، لازم يديني هنت. طب هو هنا ما ادانيش، فانت لما سألتني انا ما كنتش عارف اجاوبك، فقلت انا ايه بقى، قلت طب ما اجي احلها بالارقام، لان هو لازم في المسألة دي يديني دليل على اختيار معين من الاختيارين. فحليتها معاك، طلع معايا رقمين كانوا واضحين، رقم 3 ورقم نيجاتيف 2. الثري لا يمكن اختاره، يبقى اختار مين؟ النيجاتيف. دايما هيجيب لي رقم لا يمكن اختاره ورقم خلاص طالما التاني لا يمكن اختاره، يبقى انا اختار مين اللي ينفع ان انا اختاره. لكن لو انا كنت حليتها معاك وطلعت معايا الفاليوز مثلا 1 ونيجاتيف 2، كنت هقول لك لا دي كده مسألة فيها معلومة ناقصة، لان في كده هيبقى احتمال دي صح ودي صح، وطبعا ما ينفعش دي تبقى مسألة سؤال. هديك درجات ازاي؟ هقعد بقى مع كل طالب امشي مع اجابته، لان ده صح وده صح. وصلت؟ تمام تمام، جميل جدا سؤالك بصراحة. تعالوا ندي معلومة تانية عن الامباكت كونستانت، كده اسمه الكوفيشنت اوف ريستيتيوشن. كوفيشنت اوف ريستيتيوشن بندي له رمز ايه. ايه سيد الكوفيشنت اوف ريستيتيوشن ده؟ قال لي ده كونستانت دايمنشن لاس بيساوي الريشيو ما بين الفلوستي ديفرنس افتر ذا امباكت على الفلوستي ديفرنس بيفور امباكت. والاي ده احتمال في مسائل ياخد 1، ياخد فاليو 1. في الحاله ديت بنسمي الكولوجن الاستيك، الاستيك كولوجن، يعني التصادم خلى فرق السرعات قبل زي بعد بالظبط، او الاي تطلع بزيرو. في الحاله دي بنسميه بلاستيك كولوجن. يعني ايه بلاستيك؟ يعني بعد الخبطه بقى امبادي واحد، الدلتا في بعد الامباكت كانت بزيرو، زي العربيتين اللي شبكوا في بعض. اول ايه تطلع رقم ما بين الزيرو وما بين الوان، بنسمي ده كده ريال امباكت. طبعا ده بيحدد كميه اللوست اوف انرجي، كل ما الايه تقرب من الواحد يبقى اللوست اوف انرجي اقل. احنا هناخد القانون دوت في حالتين، طبعا ليه حالات كتيره، لان الامباكت ممكن يبقى سنترال وممكن يبقى اوبليك، ممكن البادي يخبط وهو داخل هيد تو هيد زي العربيتين، او يخبطوا ميلين. لا احنا هندرس سوا عشان بس الوقت السنترال امباكت. السنترال امباكت يعني هيد تو هيد، هيد تو هيد، وهندرسه في صورتين سوا. الصورة الأولانية هي الإمباكت with fixed flat surface. عندي كده أرض وفي كرة داخل عليها السرعة V1، ومن الكرة ترد العكس بسرعة كام؟ E V1، يبقى دي كده الـ V2. طب لو كان حيطة وانا داخل عليها بسرعه في 1، خلي بالكوا الفي 1 عامله 90 مع الحيطه اهي، قال لي هترد برضو باي في 1. طب يا دكتور لو كان كوره خبطه في كوره، يعني تو بادز، كان اي مثلا وبي اهو، وده خابط كده بفي بي 2 في اي 2 1 1 يعني، وبعد الامباكت ده كده مشي بالسرعة دي وده مشي بالسرعة دي، قال يبقى الإي في الحالة ديت هي ماينس. فرقهم بعد على فرقهم قبل 2 على 1. الكلام ده لبعض الناس مننا معروف وإيه ومتداول في إيه في مسائل كتير أخدوها قبل كده. طب الكلام ده نستفاد بيه إيه؟ تعالوا نشوف هنستفاد بيه إيه من خلال المسألة دي والمسألة اللي بعدها. مسألتين جمال جدا.
بيقول لي هنا تعالوا نعمل زوم عشان الناس اللي نظرها ضعيف زيي. The bag A having weight of 6 pounds. يبقى هو مدينا هنا ان الويت بتاع بتاع الاي كان كام؟ 6 pounds. ده الويت، خلي بالكم مش الماس. 6 pounds. Is released from rest at the position of theta equal 0. اه ده هنا المكان ده. في المكان دوت الثيتا ايه؟ ادي الثيتا ايه؟ هو كان قايل بكام؟ بزيرو، يعني كان لسه هنا. After falling to theta equal 90 بعد ما وصلت هنا يعني خبطت it strikes 18 bound box B. If coefficient of restitution between the bag and the box كانت 0.5. بكل المعلومات اللي قلتها لك ديت هات لي الفيلوستي بتاعت الباج والبوكس بعد الخبط. وكمان عايز يعرف مين اللوست ان انرجي، عايز يعرف الدلتا اي بكام، لان في اي الاي ب 0.5 فعايز يعرف اللوست اوف انرجي بكام. المساله ديت مرحلتين، انا بشوفها مرحلتين. المرحله الاولانيه هي مرحله بيفور امباكت، قبل ما يحصل تصادم اصلا كان في ايه؟ قال لي كان عندي حبل مربوط فيه باج ايه عند البوزيشن زيرو، وصلت للمكان ده بعد ما مشيت في المسار ده او المسار اللي هو الكيرف المكان رقم واحد. طب ايه الفورس اللي بتأثر عليها؟ وزنها اللي هي 6 باوند والتنشن في الكورد. واضح ان دي مساله انت عايز ايه؟ انا معايا الفي نود بزيرو وعايز اعرف الفي اي 1 بكام، مش هو ده المطلوب؟ دي مساله ورك اند انرجي. هقول له ان الورك بتاع الويت زائد الورك بتاع البي ايكوال كاينيتيك انرجي فاينل ماينس كاينيتيك انرجي انيشيال. يبقى دي كده فاينل ودي كده ايه؟ انيشيال. الورك بتاع البي ده بزيرو، طب الورك بتاع الويت؟ قال لي هو بلس اور ماينس ام جي دلتا اتش. هنا هاف ام اي في اي 1 سكوارد ماينس هاف ام اي في اي نود سكوارد. طب ده البادي نازل يبقى بلس، الماس في الستة دلتا اتش بكام؟ اهو كلام بتاع الورك اند انرجي، ادي الدلتا اتش مدلنا على رسمه ب 3 ايكوال هاف في الماس، اوعى تنسوا بقى اللقطه دي 9 على جي. من هنا الماس هتبقى الويت على الجي، وطبعا الجي بكام؟ ب 32.2. يبقى انا هقسمين على 32.2 في الفي اي 1 سكوير، طبعا دي زيرو. يبقى من هنا جبت الفي اي 1 بكام؟ هتيجي تطلع تقريبا 2.97 في بير سكند. يبقى انا كده جبت الفيلوستي بيفور ذا امباكت. طيب افتر امباكت، افتر before impact، after before ديت يعني لحظة الامباكت بالظبط. ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان البي كان اتريست، كان في حاله الراجل، دخل عليه الايه بسرعة كام؟ انا عايز اتأكد من الرقم اللي انا حسبته ده عشان يكون غلط. رجع هو طالع معايا 13.9. ايوه هو فعلا 13.9 ديت، صح صح صح، ده 2.97 دي في مساله ثانيه 13.9 انت صح. وكان ماشي داخل عليه بسرعه 13.9 اللي احنا حسبناها دي. يبقى الكلام ده كان امتى؟ كان بيفور. طيب افتر حصل ايه؟ قال لي افتر انا متوقع الاتي، ان الاي والبي كملوا شمال في بي 2 وفي اي 2، وهنطبق
المعادلات الافيلبل لينا بالترتيب ده. اول حاجه الكونزرفيشن ام اي في اي بلس ام بي في بي قبل وبعد، هنا 1 وهنا 2، واللوجيك بيقول اخد البوزيتيف تو ذا ليفت براحتي خالص. الام اي بكام؟ قال لي ب 6 على جي، في كام؟ في بلس 13.9 بلس 0، البي كان واقف ايكوال 6 اوفر جي في في اي 2 اللي انا ما اعرفهاش بالبلس، بعد كده 18 على جي في الفي بي 2 بالبلس. واضح ان انا كنت ممكن ايه اطنش الجي دي خالص، بس انا كتبتها عشان تبقوا شايفينها بس. يعني طلعت بايه؟ طلعت بان 6 في اي 2 بلس 18 في بي 2 ايكوال 6 في 13.9 كده. ايكويشن ايكويشن 1. لو سمحت يا دكتور ممكن تسأل بس؟ استنى. حاضر. هنيجي بعد كده نروح لمين؟ لمعادلة الاي. معادلة الاي هتبقى نيجاتيف فرق السرعات بعد على فرق السرعات قبل، اوعوا تعكسوا. وبرضو هناخد الاي ليها بوزيتيف تو ذا ليفت. خلي بالكم الاي برضو ليها ايه؟ اشاره في تعويضات الفي عشان الفي دي فيكتور. طب الاي بكام؟ قال الاي ب 0.5 ايكوال نيجاتيف. تعالوا بقى لاشارتنا، الفي بي 2 بالبلس والفي اي 2 بالبلس، الفي بي 1 0 الفي بي 2 كانت 13.9. ده من هنا طلعنا بايه بقى؟ بان الفي بي 2 ماينس الفي اي 2 ايكوال 0.5 في 13.9. دي كده ايكويشن رقم كام؟ رقم 2. حل بقى 1 و2 قدرت تجيب الفي اي 2 ومين؟ والفي بي 2. طبعا هنا مفيش بقى لخبطه السكوارد بتاعه المساله اللي فاتت، هنا الاشاره اللي هتطلع هتبقى هي الايه الاشاره اللي هختارها على طول، لان هي هتطلع فاليو واحد. طب هو عايز اللوس ان انرجي الدلتا اي قانونها ايه؟ قال لي تي 2 ماينس تي 1، دي تعويض. يعني هكتب كده هاف ام اي في اي بلس هاف ام بي في بي، طبعا ايه سكوارد سكوارد، وهطرحهم مرة تانية هم او هاف ام اي في اي سكوارد وهاف ام بي في بي سكوارد. طبعا هنا 2 سوري هنا 1 وهنا ايه وهنا 2. ما تنساش ان الماس بتساوي ايه الويت على الجي. الجي ديت بكام؟ ب 32.2 فيت بير سكند سكوارد. طب انا هنا في حته ما قلتهاش عايزكم انتم تقولوها لي، ايه هي؟ انا جيت على الورك بتاعت البي وحطيتها بزيرو، حد عارف ليه؟ لان الفورس عموده على اتجاه الحركه. لان الفورس ايه؟ عموده على اتجاه الحركه. الله عليك. البادي ده ماشي في كيرف، البادي ده ماشي في كيرف، راديوس الكيرف radius الكيرف بيبقى نورمال للتانجنت، يعني دايما البي نورمال لتانجنت الموشن. يبقى انا حطيتها بزيرو عشان هي ايه بقى؟ نورمال فورس تو ذا باس. في تفسير تاني؟ يعني ده تفسير صح، في تفسير تاني؟ قلتوا اخر المحاضره اللي فاتت طول الحبل ما اتغيرش. الله عليك، والله انتوا جروب زي الفل. فعلا التفسير الثاني ان اللانس اوف ذا كورد doesn't change. فعلا في اخر المحاضره اللي فاتت قلنا ان لو في حبل فيه تنشن يبقى الورك بتاع التنشن ده هو فاليو التنشن في اللي تشينج دلتا ال بتاعت الحبل. طب الحبل ده لما البلوك او الكيس ده نزل من ال بي طول الحبل اتغير ولا ثابت؟
صوت حضرتك بيقطع. طب اولها تاني زميلنا هنا قال ايه؟ طيب اقولها تاني. اللانس بتاع الكورد زميلنا قال ان ورك البي بي زيرو عشان لينس الحبل ما تغيرش. جابها منين؟ جابها من اخر المحاضره اللي فاتت لما قلنا ان لو في حبل فيه تنشن يبقى الورك بتاع التنشن هو فاليو تنشن في الدلتا ال. ايه الدلتا ال دي؟ كان تغير طول الحبل. طب هو الحبل لما البادي اتحرك من ال بي طوله اتغير؟ لا طوله ما اتغيرش. يبقى الدلتا ال بتاعته بكام؟ يبقى الدلتا ال بتاعته بزيرو. يبقى ورك التنشن هنا بزيرو سواء اخدت سبب ان هو نورمال فورس او اخدت سبب انه ايه؟ انه طوله ما اتغيرش. عشان كده جيت في اول المساله وحطيت ورك البي ايكوال زيرو. يعني في حد من زمايلنا عنده سؤال وانا قطعت. قول يا سيدي. السؤال الاول اللي عليه نجمه الاول مش التاني. السؤال الاول اللي قصدك النقطه الاولانيه ديت. ايوه 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 حضرتك عامل عليها علامه شباك او نجمه. ايوه بالظبط. القانون ده مش في حاله الالاستيك امباكت بس ولا بستخدمه في كله عادي؟ لا 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 لا, لا طبعا. الالاستيك ايه؟ مش الالاستيك امباكت في حاله اي امباكت. مش احنا لو رسمنا الفري بادي دايجرام للاثنين هنلاقي ان الفورس بتلاشي بعضها. يعني ادي الاي البي اهو وادي الاي. هنلاقي البي ضرب الاي بفورس والاي ضرب البي بنفس الفورس. فلما نيجي نقول سيجما فورس هيتغيروا بعض. يعني دول لو درسنا الجسمين مع بعض هيبقى سيجما فورس ايكوال كام؟ ايكوال زيرو. فيبقى فيه كونزرفيشن اوف مومنت. الالاستيك من البلاستيك بيتحكم في الاي بس. بيتحكم في الاي وبيتحكم في اللوست اوف انرجي. لكن اللينير مومنتم كونزرتيف في اي نوع امباكت. اصل حضرتك يعني زي ما كنت خدت القانون ده بس كان بيقولوا كان تصادم مرن. او التصادم مرن هو هو الالاستيك امباكت صح؟ انا ما عدتش على الثانويه العامه. تمام. بعيده او عني. وده ده انا مش عارف هما بيدرسوا ايه. لكن ده علم خلي بالك مش ماده. يعني الميكانكس اوف بارتكل ده علم في ابحاث وفي كلام كبير. فاحنا في الكليه لا لما يكون في امباكت هو ممكن يكونوا قالوها وانت فهمتها بطريقه يعني مختلفه. لكن الامباكت الامباكت لان طبعا لازم ما يبقاش فيه اختلاف. الامباكت بيبقى فيه فورسز اوف امباكت. طب انا جاي دلوقتي عربيه 28 خبطت في عربيه نقل. واحد يقول لي كده يقول لي دكتور عربيه نقل خبطت عربيه 28 انا لقيت ال 28 معجونه والنقل الراجل ولا حس بحاجه. فهل يا دكتور لما اجي ادرس العربيتين مع بعض تقول لي ان الفورس اللي خبطت النقل بال 28 هي نفسها اللي ال 28 خبطتها للنقل؟ ده ينفع يا دكتور؟ انا لما شفت الحادثه اكيد النقل خبطت ال 28 اكتر ما ال 28 خبطت النقل عشان لها كميه حركه اكبر فاكيد هيكون لها الفورس اكبر يعني للنقل. خالص خالص. خلي بالك ان بتاع البطاطا هنا ليه دور. الراجل بتاع البطاطا دخل قال ايه؟ ايوه طبعا اكيد العربيه النقل خبطت ال 28 اقوى لان ال 28 باظت والنقل ما حصلهاش حاجه. الكلام ده الظاهر بتاعه جميل. الظاهر بتاعه ايه؟ جميل. لكن الباطن بتاعه غلط تماما. الفكره ان النقل خبطت العربيه ال 28 بفورس مثلا 10,000 نيوتن. تمام؟ ال 28 ما سكتتش. ردت عليها بنفس ال 10,000 بالملي. بس السؤال بقى هنا ال 10,000 دول بالنسبة للنقل رقم كبير ولا صغير؟ وبالنسبة لل 28 رقم كبير ولا صغير؟ هتلاقي ان ال 10,000 بالنسبة لل 28 كان رقم كبير جدا في عجن العربية. بالنسبة للنقل ال 10,000 دول ولا حاجة فبتاع النقل ما حسش بحاجة. طب تعالى مثال تاني. انا جيت ضربت الحيطة بايدي بنية كده. لما ضربت الحيطة ضربتها بألف نيوتن. الحيطة سكتت؟ لا ردت عليا بنفس الالف نيوتن. السؤال بقى الالف نيوتن بالنسبة لي كانت فرصة عالية وجعت ايدي. طب الالف نيوتن بالنسبة للحيطة دي اسمها حيطة يعني ولا حست بالالف نيوتن. يبقى مجمل الكلام ان الامباكت فورس ايكوال ما بين الجسمين بس تأثيرها على الجسمين مش متساوي لان طبيعة الجسمين مش واحدة. طبيعة الجسمين ايه؟ مش واحدة. اما اللي بيتغير نتيجة الامباكت فورس بقى اللينير مومنت. اللينير مومنت اللينير مومنتم ديت توضح لك في مثال ايه؟
ان انا عندي عربيتين، عندي عربيتين، عربية نقل و28، الاثنين ماشيين بسرعة 30 متر بير سكند. خلي بالك في اللقطة دي، عربيتين نقل و28 الاثنين ماشيين بكام؟ بسرعة 30 متر بير سكند. شافوا قدامهم مطب، شافوا قدامهم مطب، فالاثنين هيفرملوا عشان يوصلوا للمطب بسرعة تقريبا صفر. السؤال بقى في العربية النقل والعربية ال 28، ده عنده فرامل وده عنده فرامل. السؤال، هدوس فرامل أقوى في النقل ولا في ال 28؟ حد عارف؟ في النقل ليه؟ عشان كتلتها أكبر كتير. الله عليك، كتلتها أكبر يعني عندها كمية حركة أكبر. عارف أنت لما يكون اتنين بيجروا، واحد تخين واحد رفيع، تلاقي رغم ان هما كانوا بيجروا جنب بعض، لكن لما نيجي نقف تلاقي التخين ده بيعمل مجهود عشان يقف، لكن رفع في لحظة ايه؟ في لحظة يقف. ليه؟ لان كمية الحركة اللي مخزنها اقل. نيجي لأوتوبيس، كنا احنا اتنين، انا وزميلي، انا رفيع مش باين من الهواء يزقني، وزميلي كان الراجل ايه؟ ملك نفسه كده، وجي الأوتوبيس فرمل. الفرملة دي هل تأثيرها عليا زي تأثيرها عليه ولا مختلف؟ طبعا مختلف، لان كميه الحركه اللي انا مخزنها غير كميه الحركه اللي هو مخزنها. وصلت كده؟ انا حاولت ادي لك فيزيكال مينينج للقصه يعني. ها اتفضل. ممكن الاي سمول دي يعني الكونسبت بتاعها ايه؟ عشان مش قادر مش وصل له، بس ممكن تاني بتاعها هو ريشيو، هو دايمنشن ليس نمبر، هو رقم دايمنشن ليس يعني ملوش دايمنشن. بيقيس ايه بقى؟ بيقيس فرق فرق لينير مومنتم بعد على فرق لينير مومنتم قبل، فرق اللينير مومنتم بعد على اللينير مومنتم قبل. عارف انت الميو اس والميو كي؟ الميو اس والميو كي دول كونستانت بيقيسوا الفريكشن ما بين تو باديز، او الفريكشن ما بين بادي وسيرفس، صح كده؟ صح. بيعتمد على ايه؟ على طبيعه الرفنس اللي ما بين الجسمين. نفس الكلام الاي كونستانت كده بيقيس التصادم ما بين جسمين، فلقوا ان الرقم دوت رقم ثابت لجسمين. يعني انا لو جبت كور بلياردو مثلا وخبطتهم في بعض هيدينا ايه معين، طب جيت خبطتهم بسرعات مختلفه، كل الكلام ده بالقياس، لو ان الاي في النهايه هتطلع ايه؟ هتطلع متساويه، لان نفس الجسمين. جيت خبطت ده بثلاثة وده باثنين فاداني كذا وكذا، طب لما خبطتهم باربعه وخمسه اداني يعني دايما الديفرنس بيبقى متساوي. الاي ده رقم، الاي ده بقى رقم الفيزيكال مينينج بتاعه، بيدينا قد ايه هفقد انرجي. يعني انا قلتها، قلت ان الاي ده لو قرب من ال1 يبقى اللوست ان انرجي قليل، لو كان بعيد عن ال1 يبقى اللوست اوف انرجي كبير. طبعا كل ما يكون على حسب بقى الابلكيشن بتاعي، كل ما يكون الاي قريبه من ال1 هستفاد، وبرضه في ابلكيشن ثانيه لما الاي يكون قريب من الزيرو هستفاد. يعني انا لو عايز كابلينج يبقى عايز الاي تبقى ايه؟ قريبه من الزيرو. لو عايز لا ده بعد الخط يبعدوا عن بعض وما يبقاش فيه لوست اوف انرجي، ساعتها هحتاج ايه؟ قريبه من ال1. ها في سؤال طول. كمان طب لو الاي ضربته في التوتال انرجي قبل يعني التوتال انرجي للجميع، تعالوا مين اللوست؟ واضح الموضوع قلب نظري، فتعالوا نحل بس المساله ديت عشان ما نخرجش من مود المسائل، وارجع لكم تاني للاسئله اللي انتوا سالتوها. حاضر، افتكروا بس الاسئله ديت ونسالها بعد الايه؟ بعد المساله دي. Example 15.10 بيقول لي بول بي shown in the figure has mass of 1.5 kilogram. مدينا كده كوره اهي مرسومه قدامكم، الكوره ديت الماس بتاعها ده كام؟ 1.5 kilogram. is suspended from the ceiling، مربوطه في السقف، ادي السيلينج اهو، سيلينج يعني سقف، بايه بقى؟ ب 1 meter long elastic cord. خلي بالكم elastic cord بيعامل as spring under tension. يعني انا الحبل ده لو عرضته التنشن فورس هيعامل معاملة السبرينج بالظبط. طب لو عرضته الكمبريشن لا هيبقى مش موجود، لان الحبل طبعا لو جينا نضغطه هيعمل ايه؟ هيتني، مش هيبقى موجود في السيستم. بيقول لي ايه؟ بيقول لي if the cord is stretched، هو كان طوله متر، شديته انا كمان لتحت 0.5 متر، يعني الراجل مسك الكره بايده كده وشدها كمان ايه 0.25 متر،
وساب الكورة and the ball is released from rest. طبعا الكورة هتعمل ايه؟ هتنطر تتخبط في السقف. هو بقى بيقول لي determine how far the cord stretched after the ball rebounds from the ceiling. عارفين لعبة اليو ديت اللي هو بيبقى معاه كورة بأستك ويقعد ايه يحدفها وترجع له تاني. فنفس الكلام هنا، الكرة دي كانت متعلقة في السقف بأستك، شدينا الكرة لتحت مسافة 0.5 وسابها. ثم الكرة تعمل ايه؟ تنطر تخبط في السقف وترجع تنزل تاني. السؤال هتنزل تاني لحد فين؟ هو ده سؤال. ومديني معلومات اضافية، قال لي خلي بالك ان الكي ب 800 نيوتن لكل متر، والاي اللي هو الكوفيشن اوف ريستيتيوشن ب 0.8. وخلي بالك ان الامباكت ده ايه؟ سنترال امباكت، يعني الكرة لما تخبط في السقف مش تخبط بزاوية، هتخبط فيرتيكالي كده. المسألة دي انا شايفها ثلاث مراحل. المرحلة الاولانية هي مرحلة بيفور دي امباكت، دي اول مرحلة. المرحلة الثانية after before، والمرحلة الثالثة هي after the impact، after the impact. قبل الامباكت عندك ايه؟ والله انا عندي سقف اهو، وعندي كرة كانت في الهواء، الفورس اللي عليها هي وزنها كام؟ الوزن 1.5 جي. وعندي هنا مين؟ قلنا هنعامله معاملة الاف سبرينج لانه مشدود. والكرة كانت تحت كده عندي او، وكانت الفي او بزيرو لانه ريزد فروم ريزد، وهيوصل للمكان رقم واحد بسرعة في واحد. انا عايز اعرفه. طب المسافة ما بين النود الواحد كانت كام؟ قال لي كانت 1.5 متر. طب ما دي مسألة work and energy صريحة. هقول له الwork بتاع الويت زائد الwork بتاع الـ F spring هتساوي الـ T final minus الـ T initial. خلي بالكوا ده مش كورد، التاني كان ايه؟ an elastic cord، يعني كورد لا بيتشد ولا بيتفرد، لا بيتشد ولا بيتضغط، لكن ده كده ايه؟ إلاستيك كورد زي السبرينج. قانون الويت هو بلس اور ماينس ام جي دلتا اتش. قانون السبرينج هو هاف كي في اس انيشال ماينس اس فاينل كينيتيك انرجي، هاف ام في 1 سكوير هاف ام في نود سكوير. البادي ده طالع ولا نازل؟ ده طالع من نود لزيرو طالع، يبقى ماينس ال ام جي 1.5 في 9.81. الدلتا اتش بكام؟ ب 1.5. بعد كده بلس هاف الكي 800. الاس نوت بكام؟ والله انا شايف ان ال نوت بتاعتي كانت بتساوي 1 متر، وهو اتشد عنها اس نوت 0.25. يبقى هاجي هنا اقول له 0.25 سكوير ماينس زيرو. طب ليه ماينس زيرو؟ لان الكره لما توصل عند المكان 1، بصوا الحبل مرسوم ازاي؟ معوج، يعني مش موجود اصلا في السيستم، يبقى ملوش ايه؟ ملوش اس اصلا. ايكوال هاف في 1.5 في في 1 سكوير ماينس زيرو، لان الفي نوت كانت بكام؟ كانت بزيرو. لو جينا حليناها تطلع الفي 1 بتساوي 2.97 متر بير سكند. يبقى انا كده جبت له مين؟ سرعة الكرة قبل ما يخبط في السقف على طول. طب اثناء التصادم، اثناء التصادم هنستخدم الاي، ده الامباكت وز فيكسد سيرف فيكسد سيرفس، كان داخل بسرعة في 1 هيرد لتحت بسرعة ايه؟ اي في 1. الاي بكام؟ 0.8، والفي 1 طلع ب 9.7، يعني تطلع ب 2.37 متر بير سكند. طب افتر امباكت ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان انا عندي سقف اهو، كوره نازله من عنده بسرعه كام؟
V2 اللي جبناها ب 2.37. الكرة دي هتنزل لحد فين؟ قال هتنزل لحد ما توقف. يبقى دي ده المكان رقم 2 وده المكان رقم 3. طب المسافة ما بين 3 و 2 بكام؟ معرفش، انا عايز اعرف اصلا. بس خلي بالك ان الحبل عنده اللي نود بكام؟ ب 1 متر. يبقى الحتة اللي فاضلة ديت هي S3. لو جيت رسمت الفري بادي دايجرام هل ايه هو؟ هو ويت وسبرينج. يبقى هكتب نفس القانون اهو. حتى تعالوا ناخده ايه، ناخده كوبي عشان ما نكتبوش تاني. اهو تعالى نمسح ال 1.5 اللي جت معانا دي. بس بقى هنغير الترقيم، يعني هيبقى عندي هنا مين بقى؟ اس انيشال كانت مين؟ كانت 2 والفاينل كانت 3 والفلاسي هنا 3 وهنا ايه؟ وهنا 2. هنا 2 وهنا 3 وهنا ايه؟ وهنا 2. البادي ده نازل يبقى بلس ام جي 1.5 في 9.81 في مين؟ في الدلتا اتش، معرفهاش هنا. بعد كده بلس هاف الكيب 800، الاس 2 بكام؟ بزيرو لسه قايلنا في اللي قبلها. ماينس الاس 3 والسكوير ايكوال زيرو ماينس هاف في 1.5 في 2.37 الكل سكوير. طب ده انا هنا عندي ايكويشن فيها دلتا اتش وفيها اس 3. انا شخصيا مش عارف. طب نعمل ايه؟ حد عارف؟ انا كل اللي عملته وصلت الايكويشن فيها دلتا اتش واس 3. هل في حاجه اقدر اعملها بعد كده؟ اشيل الاس 3 واحط دلتا اتش من الصوم. اشيل دلتا اتش ايكوال اس 3 بلس ال نوت. يعني انتوا جبتوا كده ايكويشن بتقول ان الدلتا اتش بتساوي اس 3 بلس 1 من الرسمه اللي مرسومه دي، صح؟ يبقى دي كده ايكويشن 1 ودي كده ايكويشن 2. 1 و 2 جبنا الدلتا اتش وجبنا الاس 3. طب سؤال بقى تاني اهم من السؤال اللي فات، اللي مطلوب في المساله دلتا اتش ولا اس 3؟ دلتا اتش. المطلوب اهو determine how far the cord stretched after the ball rebound from the ceiling. خلي بالكم عشان دي بتضيع منكم درجة سؤال. فقولوا لي ترجمة السطر اللي انا علمته بالاصفر ايه؟ S3. هل هو عايز S3 ولا عايز دلتا اتش؟ S3 عشان بيقول stretched. S3 يعني. الله عليكم، صح. الإجابة الصحيحة هو فعلا عايز الـ SSE. طب أنا بقى عشان دكتور مش طيب هعمل إيه؟ هجيب لكم السؤال زي ده وأحط الـ Choices A B C D، تمام؟ وأجي في الـ A أحط لكم فاليو الدلتا H وأجي في الـ C أحط لكم فاليو الـ S3. معلش يا دكتور، هو مش المفروض هو عايز الديستانس من ساعه ما ابتدى؟ اهو الراجل بيقول لك عايزين نعرف. يعني هو قال كده؟ لا، عارف لو قال كده كان يقول لك ايه؟ قال لي هاو فار ذا بول، كان يتكلم على الكوره بعدت قد ايه عن السيلينج، لكن هو بيقول لك انا عايز اعرف الحبل اتشد قد ايه. بص تاكيدا على كلامنا، بص تاكيد كلامنا في السطر اللي قبله بيقول لك ايه؟ if the cord is stretched downward 0.25. لما قال كلمة ستريتش ما حطش في حسابه ال1، مش هو كان طوله 1؟ بيقول لك شده 25%. فهو بقى بيقول لك طب هو بقى في الاخر اتشد قد ايه؟ يبقى هتقول له ايه بقى؟ اللي فوق ال ال نون، يعني الاس 3. وصلت؟ وخلي بالكم يا جماعه من الترجمه، انا عمال طول الترم اعلمكم ازاي نترجم. كده انا خلصت اللي انا محتاجكم تعرفوه في الموضوع ده. عرفتكم ايه؟
عرفتكم ان الامبلس اند مومنتم طريقه موازيه لطريقه الفورس اكسلريشن لو كان في تو فيلوسيتيز ما بينهم تايم. علمتكم كمان ان الامبلس اند مومنتم طريقه بتستخدم اجباري في حاله الامباكت. واخدنا ان في الامباكت دوت فيه ثلاث حاجات. القانون بتاع الامبلس اند مومنتم بيبقى بالدلتا تي. اخدنا كمان ان في لوست اوف انرجي اللي هو دلتا اي كابيتال. واخدنا كمان الكوفيشن اوف ريستيتيوشن اي. لما احل معادلاتي لو طالب سرعات ارسم الجسمين مع بعض، لو طالب امباكت فورس بعد ما اعرف السرعات ادرس جسم لوحده اجيب الامباكت فورس. ترتيب المعادلات بطبق قانون الامبلس اند مومنتم الاول، لو كان مدينا معلومه عن الانرجي بكتب قانون الانرجي، ولو كان مدينا معلومه عن الاي اكتب قانون الاي. طبعا هو ممكن، خلي بالكم بقى في اللقطه دي، ممكن يديني الفاليو بتاعه الاي زي المساله ديت واللي قبلها، او ممكن ما يجيبش سيره عنها زي المسالتين اللي قبلهم. طبعا لو ما جابش سيره عنها مش هقدر استخدمها. او ان يديني الفاليو بتاعتها بالكلام. طب هيديني الفاليو بتاعتها بالكلام ازاي؟ هيقول لي ان التصادم ده كان إلاستيك كولوجن. طب هو لو قال كلمة إلاستيك كولوجن يبقى انا عرفت ان الاي بكام؟ عرفت ان الاي بوان. طب لو هو قال لي انه بلاستيك كولوجن، قالها كلمة كده صريحة، يبقى انا عرفت ان الاي بكام؟ الاي بزيرو. فطبعا ممكن يديني الاي كأرقام، ممكن يديني الاي ككلمات، ممكن ما يجيبش سيرة عن الاي لا في الجيفن ولا في الريكوارد. في الحالة ديت ما اقدرش اقرب منها ولا استخدمها في حل المسألة. ممكن يطلب مني اللوست ان انرجي، ساعتها يبقى تي ماينس تي، او ممكن يقول لنا اللوست اوف انرجي كانت بزيرو، استخدم ان التي ايكوال التي كمعادله كستيب تساعدني في حل المساله بتاعتي. ده كده مجمل اللي انا كنت عايز اقوله خلال الايه المحاضره. انا بقى مش عارف، لحظه بس قبل الاسئله، انا بقى مش عارف دلوقتي الريكورد اللي احنا هنعمل له سيف دلوقتي.